السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على implementing login functionality in ASP.NET Core، يعني غنلاقادو login page في الابليكيشن ديالنا. تري بيان، دونك اول حاجه بيان سور شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو واحد الفيو موديل، اوكي، اللي غنسميو بيان سور account login view model. بيان سور غيكون فيه الايميل اللي هو اليوزر نيم اند الباسورد اللي غيسيزي اليوزر. ثاني حاجه غنحتاجو login view اللي غنكريو او نيفو ديال الفولدر اللي هو account بيان سور، وخصنا تو اكشنز. دونك عندنا الاكشنز خدامه في اتش تي تي بي جيت، واكشن خدامه في اتش تي تي بي بوست او نيفو ديال اكونت كنترولر ديالنا. تري بيان، دونك غنمشيو دابا او نيفو ديال فيجوال ستوديو. الو غنمشيو نكرييو او نيفو ديال الفولدر ديالنا اللي سميتو فيو موديل، بوتون دروا ات كلاس، وبيان سور لا كلاس ديالنا قلنا شنو نسميوها؟ اكونت لوجين فيو موديل. كنرجع فيجوال ستوديو، من بعد نديرو اد. اوكي، دونك كنحتاجو جوج ديال البروبرتيز في هذا الفيو موديل. نمشيو للاكونت ريجستر فيو موديل وناخذ هاد البروبرتيز، كوبي اكونت لوجين فيو موديل، وغنحتاجو جاست الايميل اند الباسورد. دونك كنحيد هادشي ونحيد هادشي بطبيعه الحال، وغنزيد جاست وان بروبرتي اللي هي ريمبر مي، يعني بيان سور باش نخليو لوتيليزاتور سواء انه يكريي سيشن كوكي او لا بيرجستنس كوكي، وغنهضروا على هادشي اون ديتاي بيان سور. دونك كتكون عندي بوليان، اوكي، ونسميها ريمبر، اوكي، ونجي نطبق عليها واحد انوتيشن ديسبلاي، اوكي، نيم equal remember me. وبيان سور هنا عندنا الباسورد وعندنا الايميل از ريكوايرد، اوكي، بيان سور في الفاليديشن ديال الموديل ديالنا. تري بيان، وما نساوش بطبيعه الحال نديرو امبورت السيستم دات كومبوننت مودلز دات داتا انوتيشنز. تري بيان، دونك من بعد دابا غنمشيو نكرييو الفيو. دونك غنمشيو للاكونت، بوتون دروا اد ريزر فيو او لا فيو ريزر فيو امبتي، وغنسميوها بطبيعه الحال لوجين، اوكي، لوجين اد، ونحطو الكونتنت ديالنا بطبيعه الحال. دونك اول حاجه شنو هو الداتا تايبس ديال الموديل ديالنا؟ هو لوجين فيو موديل، اوكي، دونك اكونت لوجين فيو موديل. دونك هذا هو الداتا تايبس ديال الموديل ديالنا. بطبيعه الحال غنديرو هنايا نمشيو للريجستر وناخذوا هاد لي زانفورماسيون باش ما نعاودوش نكثروا بطبيعه الحال. ندير كنترول ا كنترول سي، ونجي ندير كنترول ا كنترول في، وغنمشي اول حاجه بطبيعه الحال نبدل من اكونت ريجستر فيغ اكونت لوجين فيو موديل. دونك هنا لوجين يوزر، هنا نسميها يوزر اولا يوزر لوجين، اوكي، بيان سور غنطلبو من اليوزر يسيزي لنا الايميل ديالو. دونك كنحيد هادشي، اوكي، دونك عندنا الايميل وعندنا الباسورد وعندنا ريمبر مي. دونك كنحيدو هادشي ونديرو ISP-4 tag helper remember، اوكي، دونك نحيدو سبان. تري بيان، ونحيدو بيان سور عندنا الباتن ديالنا اللي هي لوجين اللي كدير لنا سبميت الفورم ديالنا. بيان سور اللي كيدير لنا امبليمنت اولا، دونك نحيد هاد اوتو كومبليت اوف باش نخليو اليوزر انه ديجا يكون الايميل يطابي بطبيعه الحال. دونك غيدير لنا انفوك لايس بي كنترولر اللي هو اكونت، لايس بي اكشن اللي هي اللوجين، اوكي، بالميثود اللي هي البوست. دونك سي با لابيل اننا نديرو انكريبت تايب حيت ما عندناش الامبورت ديال فايلز. تري بيان، دونك هادشي بطبيعه الحال كنا ديجا شفنا في لي فيديو اللي فاتوا. دونك تري بيان، كلشي هو هذاك مقاد مزيان، وما نساوش لايس بي فاليديشن سامري تاغ هيلبر. دونك نمشيو دابا اونيفو ديال اكونت كنترولر، وغنجيو غنديفينيو الاكشن ميثود. دونك عندنا تو اكشنز، وحده خدامه في الاتش تي بي جيت، دونك كوبي بيست وسميتها لوجين، اوكي، دونك وحده خدامه في الاتش تي تي بي post. دونك http post، وهنا كتاخذ كوم بارامتر شنو هو اولا الموديل ديالنا اللي غيجي اون بارامتر اللي هو account login view model، من اللي غندير سابميت بطبيعه الحال الفورم ديالي. دونك كنسميه model،
اوكي تري بيان. دونك لاحظوا معايا دابا غندير كنترول شيفت بي وندير كنترول اف 5. تري بيان. دونك تلاحظوا معايا بلي في لا فيديو اللي فات كنا درنا ريجستر وبيان سيو كنديروا ساين ان اون ليفو ديال الابليكيشن ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معنا بلي ان اليوزر ما بقاش اوثنتيكيتد، ما كاينش اشكال، غنتعرفوا على هادشي وغنتعرفوا على اش اكزاكتومون مشات لنا من هنايا. دونك دابا غنمشي ندير لوغين. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا باش نافيغا ليا سلاش اكونت سلاش لوغين. دونك عندي هنايا الايميل وعندي الباسورد. دونك لاحظوا معايا شنو عندي هنايا، عندي تشيك بوكس ديالي. دونك بيان سور خصنا نمشيو اون ليفو ديال لوغين فيو وغنمشي للكلاس الخاصه بريمبر وغنطبق عليها كاستم تشيك بوكس وما ننساش بطبيعه الحال ليبل. دونك ندير كابي بيست ليبل الخاصة بريمبر. اوكي كنترول شيفت بي. نرجعو دابا النافيغيتور نديرو ريفريش. داكوغ. دونك كيف ما كتلاحظو معايا عندي لو دروا انني نتشيكي التشيك بوكس، سا مارش تخي بيان. دونك لاحظو معايا غنمشي ندير لوغين. دونك كيف ما كتلاحظو معايا مشا داليا انفوكت الميثود اللي خدامة في الاتش تي تي بي بوست، مي بيان سور ما عندهاش ريزولت. دونك مكترجع ليا جاست الفيو ديالي بطبيعه الحال، مي كاينه فاليديشن اون ليفو ديال الموديل ديالي. دونك ذا باسورد فيس از ريكوايرد، كذلك مثال بالنسبه للايميل. تري بيان. دونك دابا خصنا نطبقوا اللوجيك هنايا اللي غنخليو باليوزر انه يتشيكي واش هاد الايميل كاين اون ليفو ديال الداتابيز، حيت عندنا ديجا في لا باز دوني 3 يوزرز، عندنا سعيد اندرسكور نجم، عندنا ياسين نجم 68 ات جيميل دوت كوم، وعندنا ياسين النجم. دونك بيان سور حنا غنتكونيكتاو بهاد الايميل هذا. دونك كنمشيو اون ليفو ديال النافيغيتور وندخلو بهاد الايميل. اوكي مي بطبيعه الحال خصنا نمشيو نقادو اللوجيك. دونك اول حاجه خصنا نديرو اف كونديشن. دونك الا كانت الموديل ستيت is valid dot is valid. دونك هي الخدمه اللي غدير. اذروايز دونك غيمشي يدير لي انفوكت الفيو الخاصه باللوجين اكشن ميثود وغيصيفط كمودل اللي هو المودل بطبيعه الحال. دونك الا كان المودل سي دوت از فاليد شنو غنديروا في هذه الحاله؟ غنعيطوا على الفيلدز ديالنا اللي سميتو ساين ان ان مانجر. دونك هو اللي مكلفنا بالمانجمنت الخاصه بالساين ان ان او الساين ان اوت. دونك ندير ساين ان ان مانجر. دونك ندير جاست مانجر دوت وعندي لا ميثود باسورد ساين ان ان اسانك. اوكي باسورد ساينين ان اسانك. دونك هادي هي اللي كتشيكي ليا واش هاد اليوزر كاين اون ليفو ديال الداتابيز اور نوت. دونك دابا غندير نحل بارونتيز. عندي تو كونستراكتور اولا عندي تو اوفرلود. دونك عندي تاخد ليا اليوزر كا ايدنتيتي يوزر اور الباسورد اور اند از بيرسيستنس اند لوك اوت وان فايلر. دونك هادي غنهضرو عليها في فيديو بوحدها. دونك دابا غنمشيو للثاني. الثاني هو اللي كياخد ليا اليوزر نيم. دونك بلا ما نمشي انستونسي ايدنتيتي يوزر ونعطيه كا بيان سور كا يوزر نيم الايميل ديال الموديل. دونك سي با لا بين. دونك نقول ليه الموديل دوت ايميل فيرغول عندي الباسورد الموديل دوت باسورد بطبيعه الحال حتى غيتهاشا. اوكي عاد غيتكون بارا مع الفاليو اللي كاينه اونيفو ديال الداتابيز اللي هي هذا هو الباسورد باسورد هاش. اوكي من بعد بطبيعه الحال عندي از بيرسيستنس وهي غنهضروا عليها في هذا لا فيديو اللي هي كتاخذ ليا الموديل دوت remember. اوكي فيرغول ونعطينا هي فولس بالنسبه للوك اوت وان فايلر وغنهضروا عليها اكزاكتومون في لا فيديو الجايه. دونك باسورد ساين ان اسانك بطبيعه الحال جاست اويتبل وكترجع ليا كوم ريزولت ساين ان ان او لا ساين ان ريزولت. دونك ندير اويت فار ريزولت ايكوال. تري بيان. دونك مادام هذيك كترجع ليا اويت دونك خصني ندير الكيورد اسانك and just task. دونك اللي ما كيفهمش طبيعه الحال اسانك اويت دونك خصو يرجع للبيزكس ديال السي شارب لانجويج. تري بيان. دونك دابا غنديرو اف كونديشن. الا كانت ريزولت دوت سكسيدد دونك الا بيان سور كان اليوزر نيم او الايميل والباسورد الخاصين باليوزر كاينين اون ليفو ديال الداتابيز الوغ سكسيدد تكون ايكالا ثرو. دونك في هذه الحاله شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو ريتورن ريدايركت to action وعندي بطبيعة الحال الاكشن ديالنا شناهي اندكس فيرغول الكونترولر نيم از امبلوي. اوكي اذروايز دونك الا كان ساكسيس دونك
مزيان. ادروايز نمشيو للموديل ديالنا، دونك الموديل سيت دوت لا ميثود اد موديل ايرور سترينج دوت امتي كوم كي اند ايرور ميساج فور اكزامبل لوجين انفاليد اتمت. تري بيان، سا مارش وغير رجعنا بطبيعة الحال الموديل ديالنا. وهنا بيان سور ملي غيدير الباسورد غيتشيكي غيدير لنا ساينين ان اوتوماتيكمون. وندير كونترول اف 5، نمشي ندير لوجين، ندخل اليوزر نيم، دونك نمشي ناخد اليوزر نيم اللي هو الايميل اند الباسورد، دونك ندير شي باسورد غلط وغندير لوجين. دونك لاحظوا معايا شنو عطاني كوم ريزلت، لوجين انفاليد اتمبت. اوكي دابا غندير الباسورد صحيح وغندير ما غنتشيكيش بطبيعه الحال ريمبر مي وغندير لوجين. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هو دا ليا اللوجين اوكي، وهو اليوزر نيم اللي هو ياسين نجم 68@gmail.com. سمار تري بيان. دونك دابا كيف ما كتلاحظوا معايا نقدر نافيغينا ندخل ندير الابديت نشوف الليست باليوزر اللي هو اوتنتيكيت. دونك اي اتش تي تي بي ريكويست بابلاين للسيرفر كتمشي مع بيان سور هذا اليوزر. تري بيان، دابا غنمشيو نشوفوا القضيه ديال لوغ اوت اولا ديال ريمبر مي. اوكي دونك اول حاجه غنمشيو للانسبكت. اوكي غنمشيو الابليكيشن، غنلاحظوا بلي عندي تو كوكيز. اوكي عندي لايسبينيت كور دوت ايدنتيتي دوت ابليكيشن، دونك هذا هو السيشن كوكي الخاصه باليوزر اللي كونت اوثنتيكيتد. وعندي ايسبينيت كور انتي فورجري، هذه غنهضروا عليها بطبيعه الحال في فيديو بوحده ما عندهاش علاقه بهادشي اللي كنخدموا. تري بيان، دونك لاحظوا معايا عندي بيان سور هذا هو اليوزر سامارش. دونك غنمشي ندير لوغ اوت. كيف ما كتلاحظوا معايا بلي الكوكي ما عنديش، دابا غنمشيو ستيب باي ستيب، غنمشيو ندير لوغين، غنمشي نتكونيكتا. دونك ها هو الايميل، ها هو الباسورد، وغنما نتشيكيش ريمبر مي، هادشي كيعني بلي انني غنعطي فولس لاش بيان سور البارامتر اللي هو الثالث اللي هو بيان سور از بيرسيستنس. اوكي غنعطيها فولس. دونك اش كيعني هادشي؟ دونك لاحظوا معايا من غندير لوغين، دونك اوتوماتيكمون بيان سور كيرو دوريجيني هنايا، بيان سور حيت انا دايره هنايا، مي المهم هو انه كيكري لي واحد الكوكي اللي سميتو ايسبينيت كور دات ايدنتيتي دات ابليكيشن اللي كياخذ واحد الفاليو بطبيعه الحال. دونك اي اتش تي تي بي ريكويست بطبيعه الحال كدار للسيرفر كيكون معاه بيان سور هذا اليوزر بطبيعه الحال. دونك وقتاش اليوزر ما يبقاش اوثنتيكيتد؟ الى سديت النافيغيتور، دونك الى سديت هاد السيشن هادي الخاصه بهاد النافيغيتور اوتوماتيكمون هاد السيشن از لوست. اوكي دونك لاحظوا معايا بيان سور دابا غنسد غير البيج، غنخلي النافيغيتور محلول وغنمشي غندير مثلا كونترول اف 5 وغنشوف واش بيان سور غيمشي ولا لا. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا ما مشاش، الى مشينا درنا انسبكت ومشينا الابليكيشن مازال. دونك خصني نسد السيشن كامله ديال النافيغيتور. دونك لاحظوا معايا دابا غنسدو كامل وغنمشي نعاود ندير كونترول اف 5 ونشوف واش اليوزر مازال اوثنتيكيتد او لا. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا فوالا، دونك اليوزر مابقاش اوثنتيكيتد. اوكي دونك الى مشيت درت انسبكت ومشيت الابليكيشن تاب غنلقى بلي ان هذيك السيشن ما عنديش. دونك لاحظوا معايا دابا غنمشي لوغين. دونك كما قلت لكم هاد السيشن هادي ما نهضرش عليها ولا هاد الكوكي ما نهضرش عليه. دابا غنمشي ندير اليوزر نيم وغندير الباسورد وغنجي غنتشيكي ريمبر مي. دونك اوتوماتيكمون انا ملي غندير لوغين بيان سور كيتشري تكري ليا بطبيعه الحال الكوكي ديالي لايسبينيت كور ايدنتيتي دوت ابليكيشن وعنده واحد الاكسباير تايم باي ديفولت. دونك غنهضروا عليها اكزاكتومون من بعد، مي المهم هو ان الا مسيتش شديت النافيغيتور دابا واش غيبقى اليوزر اوثنتيكيتد او لا. بيان سور علاش؟ لان هاد الكوكي مكريي او نيفو ديال لا ماشين ديال اليوزر. دونك لاحظوا معايا غنسد كومسا غنمشي نعاود ندير كونترول اف 5 غنلقى بلي ان اليوزر مازال اوثنتيكيتد. سامارش. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، في لا فيديو الجاي ان شاء الله نتعرفوا على اوتوريزيشن ان اي اس بي دوت نت كور. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم.